بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم ببطاقة تهنئة كتبت في دبر الولاء إلى بقية الله في أرضه وإلى فقهائنا الأعلام وعلمائنا العاملين وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. أعاده الله علينا باليمن والبركات، وفي حال أفضل من هذا الحال مكلفين بنصر وأزر عظيم. لربما أكد الإمام الحسن عليه السلام في أكثر من موضع على أهمية تحقيق الطموح والسعي الدؤوب لحصد ثمار النجاح بالتوكل على الله وعدم الاستسلام للمعوقات وتثبيت الآخرين. وكم يسهر مجتمعنا بنماذج طموحة لم يكسر الزمن ولم يسقط المجتمع، وقد نمت واثقة محققة آمالها لتحفيز الإرادات الصلبة أو لتحفز الإرادات الصلبة أو الذين يريدون النجاح. نماذج انطلقوا من الفقر وأصبحوا مثالا للعطاء، مثالا واقعيا لمضامين أحاديث الإمام الحسن عليه السلام التي تحض على الكد والبذل في سبيل تحقيق الطموح. اسمحوا لي في بداية هذا الاحتفال أن أرحب بالأستاذ الشاعر شاعر أهل البيت الأستاذ عبد الحسين سلمان والدكتور عبد النبي السيف في هذه الفقرة الأولى، فليتفضلا. مشكور. الحياة، حياة الإنسان حينما تكون، ما لا أظن أن حياة الإنسان مهما كانت الحالة ومهما كانت حتى من عاشوا وأفواههم في ملاعق الذهب، إذا لم يحس بطعم المر لا يستطيع أن يعيش حياة الحلوة الحسنة أو حياة الشهد. نحن أنا أول ما عشت في حياتي كانت حياة، مع أنها يعني حياة نسبيا في بدايتها وعلى خصوص التسع سنوات الأولى في ظل الوالد الذي انتقل إلى جوار ربي وهو في رعاية شباب 32 سنة، وكنت أنا أكبر أولاده. عشت حياة مرفهة، لم أعرف طعم المر إلا نادرا، ولكن على الرغم من ذلك، على الرغم من التدليل على أولاد نحن، إلا أنه رباني هذا الرجل العظيم عندي، أنا أعتبره هو والوالدة سبب في هذا كله الذي وصلت إليه. هذا الرجل العظيم على رغم سنه، إلا أنه مهد لي بطريقته الخاصة، مهد لي الطريق إلى الوصول مستقبلا، ورغم عدم وجوده معي إلا أنه مهد لي الطريق لأن أصل إلى ما وصلت إليه وبفضلهما. يعني كان ينشئ على القيم، على المبادئ، على الاشياء المؤمنه، حتى لدرجه اني اخذت في يوم من الايام بيضا من والدتي وليس من اخوان الاخرين، حصلت عليها يعني خبز عدل من الوالد على اساس علمت على اساس ان هذا ممنوع، يعني من والدتي وليس من غيره ومن اخر الاخرين كان يقول على ولدي بابيه وبابيه. المهم، فاذا احنا تربينا مع التربيه الدلاله في نفس الوقت
تربية إلى الطريق الصحيح. حتى هذه المعاملة البسيطة أدبتي على بكورين في الخط المستقيم. فقد ولي مثل ما عرفتم على أننا دخلت المدرسة الثانية الأول ما يدخلوا من المدرسة الثانية، دخلت المدرسة ومعه 8 سنوات، وتوفي الوالد وأنا في عمر 9 سنوات، يعني توني الآن على بابا يعني الصف الثاني. وهنا بدأت الحياة، ولكن مثل ما قلت كانت تنتهي مع أنها كانت حياة تدريب، ولكنها في نفس الوقت حياة تمهيد. كأنما هذه المعاملة مهدت لي الطريق لأن أقول في المستقبل. يمكن لو استمر التدليل إلى أو طالب بالوالد العمري وبالأوريد في منه ممكن قد يكون لم أكن أصل إلى ما وصلت إليه، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى وتخطيطه أراد لي أن أعتمد على نفسي وأعيش عيشة الكد والتعب. لم أترك عملا قاسيا مع بداية سني إلا وعملت فيه. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث الشريف سيدي المولى الإمام الحسن المجتبى كأنما يقسم الناس إلى 3 أقسام. قسم يمثلون الناس الذين يعتزون بنفسهم لكن مع ابتعادهم بالتوكل على الله، وهذا مثله إنما أوتيته على علم من عندي قارون، يعني ما يعترف على أن هاي اللي وصل إليه والهدف الكبير اللي وصل إليه أو حتى ليسعى إليه أكان وصل إليه أو وين أو أراد أن يصل إليه، ولكنه يبعد الدور الإلهي والتوفيق الإلهي، وإنما يعتمد كل شيء على نفسه، يعتبر المبالغة، ولكن هذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هناك ناس آخرين لا، أنه يتكل على الله في كل شيء، الأشياء السلبية لا يعمل ولا يشتغل ولا، ولكنه يعتمد على إلا على يعتمد، وإنما يقول كل شيء دعوك ثم وصل، وهذا ما يصير. لا، هذا صحيح. للإنسان الذي يعمل ويشتغل ويعتبر على أنه بيده وبقوته وباجتهاده دون حتى أن يأتي ذكر لله ذكرى، هذا هو الإنسان الواعي، ويقول لك إذا وصل بقوتي وبإرادتي، صح الإرادة مطلوبة والأشياء كلها، لكن توفيق الله والطلب من الله المعون هذا لا بد أنه الإنسان يطلب العون والمدد من الله حينما يتجه إلى عمله ويتم إلى في أن يصل إلى هدفه ويعمل ويجد ويتعب. لكن هذول النوع الثالث، الناس كثير من الناس دول لا، الناس وأنه يتعب ويجتهد ويبذل جهده ويجعل توفيق الله سبحانه وتعالى والهدف الثالث. إذا هو أي نوع أنا أعتبر الهدف الأول والثاني هؤلاء الناس ضلوا الطريق. أنا أعتبر أن الإنسان الذي يتبجح بنفسه ويقول أنا وصلت إلى هدفي بقوتي وبإرادتي دون أن يذكر ذلك لله سبحانه لفضل الله سبحانه وتعالى، أو هذا الإنسان الذي المستسلم اليائس الذي يجعل أن الله اذهب وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، لا أنا لا هذا ولا ذاك، هذا خط بعيد عما يرتضي الله، إنما أنا أسير في الخط أبذل وأجهد وأطلب من الله العون ليحقق لي أمنيتي، لكن بالتعب والعمل والجد والكفاح. لذلك كان عندي طموح كأن طالب في المدرسة الابتدائية يكون يعني طموح
عشان يحب يصير في المستقبل. طبعا في ذاك الوقت ما في اعدادي في تم ابتدائي، فلما وصلت الصف السادس ابتدائي كان اهتمامي بالعلوم والشهريه. طبعا كان في تشجيع من قبل الاساتذه اللي كانوا يدرسون، فكنت انا وصلت الى علامات عليا الحمد لله، فكنت الثالث على البحرين في تلك المرحله، فقررت ان اواصل دراستي الى دراسه الطب. فكان في عندي فرص ثلاث اني اتوجه الى باكو واتوجه الى الثانويه، وبالتالي يمكن احصل على بعثه، او اني اروح الى مجال البحريه العسكري. فتوجهت الى المدرسه الثانويه، وكنت دائما في الدراسه يعني في جد واجتهاد لعل وعسى احصل على بعثه، لان الظروف الاقتصاديه والمعيشيه على ذاك المستوى. وعلى فكرة كنت أنا الوحيد من إخواني الخمسة اللي دخلت في المدرسة، فلذلك يعني حاولت كل جهدي أن أكون في الثانوية أحصل على أعلى العلامات، والحمد لله في نهاية التوجيه حصلت على 10 أوائل من المدرسة، ولكن الظروف السياسية في ذاك الوقت منعوا البعثات، فاضطررت أني أتوجه إلى العمل. فتوجهت إلى التدريس، فدرست في مدرسة القضيبية لمدة 3 أشهر، ثم نقلوني إلى الزلام إلى مدة معينة. في هذه الأثناء اللي أنا كنت درست أولاً اللغة العربية، ثم اني يعني في تلك الفتره اللي انا كنت فيها التدريب في المدرسه شعرت باحباط، لان كنت من الصف السادس ابتدائي تمنيت اني احصل بعثه ولكني ما حصلت. فبعثت عده رسائل الى بغداد في ايام عبد الكريم قاسم، والى القاهره في ايام جمال، وبعثت الى القنصليه الالمانيه والفرنسيه على اساس اني اقدر احصل اي شيء بعثه او اي مجال اني اتخصص فيه اللي ابغيه. لكن لسوء الحظ بعد ما حصلت على المنتخب، وكنت انا في طريقي ماشي يعني في الشارع، والتقيت بصديق كان يدرس في سوريا، فاعطيته اوراقي، كنت اقدم اوراقي لدمشق ان شاء الله لعل وعسى احصل على. طبعا بكون علاماتي عاليه فقبلت في جامعه دمشق بكل الطب. يعني درست الطب في اللغه العربيه. ودرست الطب في اللغه العربيه، واستمريت في الدراسه لمده 7 سنوات، وبعدين رجعت البحرين اشتغلت في السلمانيه، في السلمانيه اشتغلت اول شيء بالاطفال لفتره، ثم بالجراحه العامه، ثم بالباطنه، الى ان حصلت قبول في دبلن ورحت اتخصص. طبعا بين اللغه العربيه والانجليزيه في صعوبات شويه، ودرست بالانجليزي لمده 5 سنوات في طب الاطفال، اخذت دبلوم اطفال ورويال كوليج الدبلوم العالي، ثم رجعت البحرين، وبعدين تفرغت لحياتي وتزوجت، وبعدين بدات رجعت الى امراض مختلفه الاطفال، ودرست هناك القسطره والامور اللي لها علاقه بالقلب، وبعدين رجعت البحرين. حاولت اني في البحرين على اساس الامكانيات ان يفتحوا لنا مركز الى امراض القلب للاطفال، لكن بعد ما عندي اي سلطه اني اقدر احقق على هذا المشروع انه يكون في مركز قلب للبحرين للاطفال. وبعدين بعد ما اني اشتغلت في البحرين، طبعا كان في الامراض للاطفال نحولهم الى عسكري، كان فتحت، وطبعا كان لي مشاركه مع زملائي،
دخل في جامعة الخليج كيسر مساعد وأخذت ما أخذت سجلات سنتين. الدكتور يعالج مجموعة من الناس، ولكن دور المدرس هو تهيئة الكل بما فيهم الطبيب والمهندس وأي عضو أو مجموعة من الناس حتى العامل لا بد أنه في يوم من الأيام مر بالمدرسة. إذا المدرس يصنع الجميع ويكون قدوة للجميع، فإذا كان هذا المدرس مدرسا فاشلا لا بد أن يلقي بدلاله على هؤلاء النخب أو هذا، وقد يأخذون منه قليلا أو كثيرا، وأعوذ بالله أن يأخذون منه الكثير. وأما إذا كان إنسانا يبذل كل ما في وسعه ليخلق مجتمعا صالحا لا بد أن يكون هذا العطاء وهذا له تأثيره على أبنائه في المستقبل، ويقول أنه قد يكون قدوة للجميع. قومة النجاح لا نشك على أنه يبدأ أول ما يبدأ، يعني من اللغة التربة الأولى أو البذرة الأولى يبدأ من الأسرة. يعني بغض النظر عن كون هذه الأسرة قد تكون عنهم لأنه لا بد أن تكون متعلمة وراقية، ولكن أنها تعرف كيف تربي الأبناء. فإذا حتى يخرج هذا الإنسان ناجحا لابد أن يبدأ من البذرة ليتعود على النجاح في هذه التربة الأولى، ينتقل إلى بعد مثل هذه أول شيء التربة الأولى هي البيئة، ثم تربة أخرى حينما ينطلق إلى المجتمع ينتقل الآخرين أو الناس أيضا عندهم تجارب موجودة، تجارب الآخرين الموجودين، فحينما أيضا يأخذ منها هذه التجارب ما يجد فيه وين أو يمهد له الطريق للاستمرار. الإنسان لا يبدأ من الصفر، حينما يريد أن يصل ويترك تجارب الآخرين ما يبدأ من الصفر مستحيل. إذا لابد على أنه عندنا معلم مع حتى تجربة البيت، لأن حتى إذا الأم والأب غير لهم تجارب هذه تبدأ منها أيضا تنتقل إلى الأبناء، ثم حينما ينطلق إلى وين؟ ينطلق إلى المجتمع الأكبر مجتمع القرية أيضا حينما وين؟ أيضا ينطلق هذه التجارب تعطيه أيضا وين؟ امتداد لتجارب وين الأسرة الصغيرة ثم ينتقل إلى الأسرة الأكبر شوي، وهكذا إلى تربة المجتمع. إذا حينما يكون عضوا فاعلا المفروض أنه الإنسان ينظر إلى هذه التجربة، الإنسان وقع في هذه المشكلة أنا ما حد ما يصل على جانبين وأنا في استطاعتي أن أتلافى أن أجي أقع فيها. إذا لازم أيضا أن آخذ أيضا ثانيا أنا وقعت في خطأ، لا يكون هذا الخطأ أنه يرجع إلى الوراء، لا يرجع لهذا الخطأ أو هذا الفشل البسيط يرجع إلى خلاص وأعود من جديد وأقول لن أواصل، وإنما أبحث عن من جديد، أبحث لماذا أنا فشلت في هذه المرة، ما هي الأسباب. إحنا نقول يجب أن نعيش كما تعيش الناس. هذا الإنسان الفرنسي أحد الطلاب الموجودين في أيام في فرنسا في أحد الذين استطاع أن يتغلب على الجيش الألماني، رأى وين وجدوا على أنه حينما جاء أحد الطلاب أراد أن ينازل ينسحب من المعركة، وجاء إلى مدة تريد أن تقف ثم تصفق مرتين ثلاث أربع، آخر شيء استطاعت وين أن تتعدى الحادث من خلال هذا العمل لهذه الإصرار على الوصول إلى الهدف الموجود، استطاعت هذه الفرقة أن تصل إلى الهدف. واحد لما يتكلم عن ثقافة معينة في
كثقافة طبية وشرح إذا مثلاً إلى خاصة بالنسبة إلى المشاكل في أمراض القلب في الفوائد، ويحاول مثلاً الطبيب المعالج أن يشرح التفاصيل والمشاكل التي توجد في حال من الحالات. طبعاً في أثناء الشرح واحد لما يحاول أن يشرح إلى الأهل فيحصل جزء من الصعوبات، خاصة بالنسبة لنا كلكم تعرفون أن القلب فيه بطينات وليدات. فطبعاً كنت أنا عبد الجيد أن أشرح إلى بعض الناس أن في بين الوديانتين في فراغ، وهذا السبب أن في مشكلة في الصوت في القلب اللي في الطفل وغيره، وأن يحتاج إلى بعد فترة معينة مراقبة، ثم يمكن يحتاج إلى عملية جراحية، والعملية يمكن تتسوى في المستشفى العسكري أو في برا البحرين المغربي القسطرة القلبية، وبعد جهد وتعب. بعدين الأم يسألني يقول لي زين، وبعدين الطفل يسمع وأعدلهم بأن أفضل يدفع ونوم الله الحق يعني
ما قصر عليه المال الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى. بس المال ولدي بالفعل تاع تعليمي انه في قدرة على الحق الله يطول في عمره. زين زين المهم رحت ما جت الدخلة يعني ما انتهت اللي هي القصتين الا 65 بينكم كلهم حاضرين وحاضرين متاكد منهم تماما. جت الليله ولا تنسى على ان القصيده مشروحه والشيء المشروح ينحفظ بسرعه. يعني لو ان القصيده ما هي مفهومه عني يعني ممكن يصير صعب. المهم جاء اول فلع سين من وصل لنا يقول على ياسين ولا سمع ان شاء الله. قريت نطق كم تركه من البيت للواصل قريت رد راح قدام واصل راح بعيد قال لي واصل رد رجع قدام في بس يوم وين يوم علي بس اعجبت اقول خلاص رجع. المهم قال شكرا ويوم سكتال يقول ما خلصوا يهاوشوني الجماعة تكتب علينا وتقول لي أنا ما نحطلت إلا الجماعة والله ما نحطلت لو ما أجي ما أدرى أنا أعرف كل إذا أنت أحفظ 65 بيت في خلال قصتين حتى الله سبحانه وتعالى موجود في الأداء والله سبحانه وتعالى توفيق ربي شرح يسر لي ويسر لي أمري يا التحديات اللي واجهتها بالنسبة لي كدارس باللغة العربية في جامعة دمشق وأمارس في دبلن اللي هو الممارسة كالطب والدراسة إلى الدراسة العليا في دبلن. فطبعا اللغة يعني بين أني درست اللغة الطب باللغة العربية إلى أن تحول إلى أدرس باللغة الإنجليزية وطبعا بالنسبة لي يعني في متابعة بالنسبة إلى البعثة اللي أعطوني إياها يعني لازم يعرفون عني شهر بشهر إيش قاعد أسوي. فطبعا في هذه الصعوبات اللي حصلتها أني كنت أدرس وأعمل ففترة من الفترات أني ما قدرت أحصل على مجال عمل فوقفوا عني البعثة فاضطريت اني انا اواصل عملي اواصل دراستي واني اروح ادور لي على مستشفيات مختلفه في مناطق مختلفه في ايرلندا. فصرت يعني اعمل وفي نفس الوقت ادرس في حاله اللي هي توقف البعثه عنه فما كان الدافع المالي اللي هو محتاج اليه انه كان يوقفني عن اصرار اني اواصل دراستي فاستمريت في البحث عن عمل في نفس الوقت اواصل دراستي. بالنسبه لي انا يعني انا اقول وش اقول يعني في الحياه الموجوده الحياه كلها انسان حينما يعتبر دافع الحياه يريد ان يصل يختلف عن الانسان اللي يعتمد على انه يصل مع غيره. نحن هو على المسلم ما يعرف ان حياتي انا ممكن الغالب من الجماعه يكون على ان يعني الحياه القاسيه جدا. طيب ايش رايك ان انا مدرس اشتغل في هي قلبه الموجوده قلبه الموجوده انا مدرس في المنطقه الصيفيه هي قلبه الموجوده انا اشتغل فيها في درين في درين الموجود. يعني انا في العرض اشتغل في درين والله ما خليك انا بنيت البيوت انا الاداء انا نجار انا خباز ما خليك يا جماعة الوصول قلت أن هذا صار مدرسة خطرية أو أنا ما حبيت أعيش فعال على الآخرين أبدا. حينما وصلت أنا وصلت إلى خلص التوجيه المفروض أن أحصل إلى أروح أطلع أروح بغداد أو غير كنت موجود ممكن الله ستر عليك من أرجع بعدي بعد ما المهم لكن قبل ليلة قبل ليلة عادة لازم تشتغل الأموال خلص تمام موجود طبعا لازم ما يصير انا اشتغل الماضي لازم اخذ على الاقل شهر واحد اضطروني الى ان اقصد وين في العرض في الصيف اشتغل فيه اروح اخذ مقاولات مع صبيات جزء من مدينه عزه صبيات كرب الى الساعه 12
ويمر علي العصر حج حسين من حج ابراهيم عباس ونروح داخل اصحاب بعد فتح كل اليوم الصبح ليل ونهار وانا تضيق فتح اللي يمسك خلاص انا عن لازم انا بروح خلاص اضطر انتم سامحي لي بالجمع اروح اروح المعهد الايام تو فاتحين المعهد سنه بين واحده بس انا رحت اضطريت فاشتغلت هذا الشغل القاسي صباحا وليلا وارجع من الصبح وعلى قولتها من وين اللي اسحب نسحب هذا على قولك الله ينكر من خرج عبر الشيخ منصور راح ويانا وين ما حد اسرح للناس المحكوم عليهم بالاشغال الشاقين رجعت انا ولد اريد الصبيه كانت موجوده ومن الصبح ما رجع ولد اروح وهكذا الى طول العقد جمعت لي مقدار من المال اهلني الى ان اروح وامشي البيت واعرف وين وانا ادرس مع احد المعلمين. لا حكوا هالشكل. انصح امي ان اي واحد لازم يحدد هدف معين في حياته ويصر على تنفيذ هذا الهدف ويقتنع بالميسور سواء كان من ناحية مادية أو من ناحية سكن أو شيء يصبر على ما هو فيه ويصبر على الأذى والتعب والشدة وأن يجد ويجتهد ولا ينهزم في تحت أي ظرف من الظروف إذا كان الهدف المنشود يعني في مصلحة الأمور فأنا عندي في هذه الورقة هي ورقة وصف الخير فهذه أنا قريتها من سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم الله يوفق الشباب إن شاء الله في مصلحة أنا أنصحهم أن يتخذوا من هؤلاء الناس لا أقول أن في غير كثير على الفرص في هذه القرية هذه مشهورة بهؤلاء ومليئة بأمثال هؤلاء الناس يخطر على تعالي وقرأ على تعالي والأشياء كلهم أمثلة عبر الله بعض الجماعة كلهم في كل مرة موجود معظم هؤلاء الناس اللي قاعدة ولا المقعدة وفي ناس عندها زالوا على الخط الغرب كلهم ناس مشوا عند لازم نعتبر هؤلاء الناس قدوة مو مهم عندي أنا مثلا ثانيا يعني مثلا في كثير من الناس في مشكلتنا في الوضع الموجود الآن مع الأسف على أن أبنائنا مبتعدين عن الدراسة كثير يعني ما عندهم وين يقول لك المرشد المخلص اخر شو ما بشتغل لو اول حاله من المحال لو اول حاله من المحال انت خذ اللي يسمونه خذ الشهاده ادرس واتعب وخذ الشهاده بمرتبه عاليه وبعدين تشتغل ما يعرف تشتغل باي شغله وخلع عندك ومن عندك بكره انه ادخل مثل ما يقولون القرص الابيض اقول الابيض اليوم الاسود مو بقصد بس القرص الفلوس وانما هذه الشهاده الموجوده سلاح لاولاد سلاح انتبه اليها النقطه هذه لا تقول لي انا الاوضاع ما تسمح لي انا بكره وش بيعطوني اخونا جبل عمي والخالي ما تدوش لهم قاعد ما يشتغلون زين يعني انت خلاص على ان الدنيا تقع على باقي لا ان الله الا الله سبحانه وتعالى انتم غير الله أن يغير الله من حالك إلى حالك من الدنيا إذا لازم أن عندي سلاح من بكرة وأرادوا أن يكون لنا موجود لكن لو تخيلت وين شهادتك؟ ما عندك شهادة أحسن يا أستاذ الله يبارك لك المقدار وأشكر لك هذا الحضور وهذا التفاعل كذلك أشكر الدكتور وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في عملك يا شهادة أستاذ يعني الحمد لله أنني التقيت هذا دكتورنا وعالمي الولد الاولاد اثنين تقريبا هي بنتي وايضا وين هي مالك القلب وهو يعني مو بس دكتور يعني على قولة تحس انه بالفعل انسان يعني مو قدام الدكتور عبد النبي هو دكتور وانسان يعني حسينا انه انسان
في ناس يحمل التعريف طبيب وطبيب وغيره ولا لا تحس الإنسان إنما عاصم حسن حسن يا أهلا صل على محمد وآل محمد شكرا الله